أعود مشاهدينا إلى ملف الاحتجاجات في محافظة سليمانية والأوضاع في إقليم كردستان العراق، ومعنا من أربيل مراسلنا غسان خضر. غسان، في البداية هل غير القرار الذي اتخذته السلطات هناك بمنع التنقل بين محافظة السليمانية وباقي المحافظات العراقية شيئا في المشهد في السليمانية أم أن الاحتجاجات ما تزال مستمرة؟ على ما يبدو نعم، لأن الاحتجاجات غير مستمرة الآن في مناطق السليمانية بعد أن أغلق التنقل بين السليمانية وبين المدن الأخرى المحيطة بها، والتي هي بالأساس هي التي شهدت التظاهرات. أيضا يعني قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي طويل تحدث فيه رئيس وزراء إقليم كردستان نيشربان بارزاني عن هذه التظاهرات، قال بأن التظاهر هو حق مكفول في الدستور، وأيضا تحدث عن انفراجه في الأزمة بين أربيل وبغداد بشأن الميزانية. سوف يتجه وفد من إقليم كردستان الأسبوع المقبل إلى بغداد أيضا، لكن أيضا تحدث عن وجود خروقات في هذه المظاهرات. قيل بأنها حسب طبعا تصريح الحكومة بأنها تتجه شيئا فشيئا إلى اللاسلمية، لكن أيضا اعترف بحقوق المتظاهرين. أيضا بالنسبة للضحايا حتى الأمس كانوا 5، وأيضا مصادر تحدثت عن 7 ضحايا بالإضافة إلى 50 جريحا، لكن الآن عمليا ربما تتجه التظاهرات في السليمانية نحو الانحسار، لأن قطع الطريق يؤدي أو يعني بشكل أو بآخر بأنه لم يعد هناك صلة بين هذه المدن التي تشهد تظاهرات وبالتالي انحسارها جغرافيا في أماكن محددة. طيب غسان، تحدثت عن التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق والتي قال فيها بأن الاحتجاجات حرفت، ما المقصود بذلك تحديدا؟ وفي أيضا إجابة عن ما تفضلت به، قلت بأنه هناك مجموعة من القرارات سيتم اتخاذها فيما يتعلق بالميزانية وأيضا دفع أجور الموظفين، ما هي أبرز الردود التي تلقاها الشارع هناك بعد هذا المؤتمر الصحفي؟ يعني نسبيا اعتبر هذه التصريحات اعتبرت بانها تطمينات من قبل الحكومه، وايضا تصريح رئيس وزراء اقليم كردستان يتضمن نوع من الوعود للمتظاهرين بانه سوف يتم تامين رواتبهم للسنه المقبله للموازنه المقبله الاتحاديه، لان اقليم كردستان ايضا قدم نوع من التنازلات. وفده في بغداد ابدى نوع من التنازلات بالامس، وزير الماليه هنا في اقليم كردستان أرسل موافقة على كل البنود التي فرضتها المالية النيابية العراقية على إقليم كردستان، بما فيها تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، بالإضافة إلى تسليم 50% من عائدات النفط. وبالتالي هذه الرسائل يعني ترجمت بشكل أو بآخر بأنها يعني نية من قبل إقليم كردستان للذهاب بعيدا إلى اتفاق دائم مع بغداد. جزيلا لك مراسلنا غسان خضر، كنت